هنتكلم بقى النهاردة عن المحاضرة الخامسة اللي هي تحت، لسه احنا تحت الاناليسيس، تحت الستاندر. احنا خلاص كده خلصنا الستاندر الحمد لله، هنبتدي بقى نتكلم في ان احنا ازاي نبتدي نطبق الستاندر دي في حاجة مثلا زي الديبارتمنت بتاعت الدوكيمنت كنترول. تمام، لازم كده اقفل الشات. اول حاجة بنتكلم فيها كيفية توثيق العمليات. انا دلوقتي عشان اعمل اي عملية عندي في الشركة، عشان اعمل اي بروسيس في الشركة عندي، لازم ان انا ابتدي ان انا اوثق العمليات بتاعتي. طيب كيفية توثيق اي عملية انا هعملها ازاي؟ اول حاجة define the process and its scope. اول حاجة تحديد العملية ونطاق التنفيذ. لازم احدد العملية اللي هقوم بتوثيقها هي عملية عبارة عن ايه. العملية اللي انا هبتدي اوثقها لازم اعرفها بشكل صحيح علشان تبقى واضحة لكل الناس ان هي هتتوقع. اتنين، احدد الغرض من العملية دي. تلاتة، احدد نطاق التطبيق. هل انا هطبق البروسيس اللي انا هعملها دي على ديبارتمنت ولا على الشركة كلها؟ اربعة، احدد ليه وازاي هستفيد من البروسيس دي في الشركة بتاعتي، يعني ايه هي الفايدة بتاعتها وهطبقها ازاي وهقدر ان انا استفيد منها ازاي في الشركة. خمسة، احدد عندي النتائج المتوقعة من العملية اللي انا عملتها دي. يعني انا مثلا بقول دلوقتي ان انا مثلا هعمل اودت، تمام، هعمل اودت على الشركه كلها. فاول حاجه لازم احدد العمليه اللي هقوم بيها ان هي عمليه الاودت. تمام، اتنين، احدد الغرض من العمليه دي. تحديد الغرض من الاودت ده ان انا اتاكد ان الشركه ماشيه على الكواليتي بلان اللي هي حطاها ولا لا. ثلاثة، احدد نطاق التطبيق، اقول ان هو السكوب بتاعي الشركه كلها. تمام، أربعة، احدد لي وازاي هستفيد من العمليه دي في الشركه. طب انا العمليه دي لما اعملها هعملها بالطريقه الفلانيه، طب ازاي هقدر استفيد، ايه الفايده اللي هتعوم على الشركه بتاعتي من التطبيق ده. هبتدي احدد اقول ان الشركه دي والله انا هعرف ايه الديبارتمنت اللي ملتزمه بالكواليتي بلان وايه اللي مش ملتزم، الديبارتمنت اللي محتاجه ان احنا نضغط عليها في ان هي تلتزم بالكواليتي، وايه الديبارتمنت اللي هي ماشيه على التراك وخلاص مش محتاجين ان احنا نتكلم معاهم. خمسه، تحديد النتائج المتوقعه، ان انا حاطط شويه elements كده ان انا عارف ان هي دي النتائج اللي انا ممكن اعرف الاقيها. ستة، تدوين الموارد المطلوبة لتنفيذ خطوات العملية، ان هو ان انا هبتدي ان انا اكتب انا محتاج مين، انا محتاج مثلا واحد من كل ادارة علشان اعمل معاه الاودت، هو اللي هيساعدني ان انا اطلع الدوكيمنتس وارجعها معي. تمام، تدوين الموارد المطلوبة لتنفيذ العملية. طيب دي كده اول حاجة تحديد العملية وانطاق. تاني حاجة organize the steps، تنظيم الخطوات. لازم اجمع كل الخطوات وكل المعلومات حول خطوات العملية دي. يعني انا لازم اجمع كل المعلومات عن الاودت اللي انا هعمله ده. يعني الاودت ده انا ممكن اعمله مثلا ايه، لو انا هقضي مع كل يوم هقضيه في ادارة وانا عندي مثلا 5 ادارات في الشركة، فانا كده محتاج اسبوع ان انا هقعد مع الادارة دي. طب هبتدي ان انا اعمل تشيك ليست، ايه الحاجات اللي انا هدخل افتش فيها في الاودت ده. تمام، وبعد كده احدد نقاط البدايه ونقاط النهايه، يعني انا هبتدي بانهي ديبارتمنت وهنتهي بانهي ديبارتمنت موجود عندي. وبكده هقدر ان انا هحدد ايه اللي انا هعمله بعد كده. يعني انا لما اخلص ستيب نمبر 1 هتنقل لستيب نمبر 2، هتنقل لستيب نمبر 3 وهكذا. وبعد كده تعرف كل ده السكادول بتاعه هيتعمل في قد ايه، يبقى انا عارف كل الحاجات دي هتتعمل في تايم قد ايه. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن describe who is involved، تحديد المسؤوليات. احنا دايما في الايزو بنتكلم ان احنا لازم في كل بروسيس او كل حاجه احنا بنعملها لازم نحدد فيها مين المسؤول عن العمليه دي، ان انا لو سبتها عايمه كده مفيش حد هيعمل حاجه. فتالت حاجه دي تحديد المسؤوليات، ان انا احدد لكل فرد مين الافراد اللي هتبقى مسؤوله معايا في البروسيس اللي انا هعملها دي، واحدد لكل فرد دوره، واكون حريص ان انا ابقى كاتب المسمى الوظيفي للشخص وليس اسم الشخص، لان لو كتبت اسم الشخص والشخص ده مشي فالشخص ده خلاص مشي باسمه، فبالتالي الوظيفه دي مش هيبقى عليها تاسك ان هي تعمل المسؤوليه اللي عليها دي. تمام، رابع حاجه نوت داون اكسبشنز تو ذا نورمال بروسيس فلو، لازم اكتب الاستثناءات اللي هي مش هتبقى تابعه للاجراء اللي انا بعمله ده. انا مثلا زي ما احنا بنتكلم كده في مثال الاوديت، لو انا بعمل اوديت على الديبارتمنت، على 5 ديبارتمنت مثلا اللي عندنا، ف
فانا مثلا ممكن اكتب ان انا هستثني الاداره الماليه من مثلا الاوديت بتاعي. طب اشمعنى الاداره الماليه؟ لان الاداره الماليه مثلا عندها documents confidential، ومحتاج ان انا مثلا اعمل لها اوديت بطريقه معينه، او هي في اداره في ديبارتمنت ثانيه تيجي تعمل لها هي اوديت بطريقه معينه. فاولا لازم اذكر ايه الاستثناءات دي، واذكر الخطوات اللي هيتم اتخاذها لمعالجه الاستثناء ده. يعني لو انا استثنيت الاداره الماليه من الاوديت اللي انا بعمله ده، ان انا مش هعرف اراجع الدوكيومنتس بتاعتهم، فانا هستثنيها، بس انا هخلي ان في جهه تانية هي اللي تيجي تعمل لها الاوديت ده. فبالتالي انا كده كتبت الخطوات بتاعه الاستثناء، ذكرت ايه هي الاستثناء، وكتبت الخطوات اللي عالجت الاستثناء دي. طيب ايه تاني؟ add control points. بعد كده لازم احط نقاط للتحكم في البروسيس اللي انا بعملها دي، احدد فين ممكن يحصل لي المشكله، فين ممكن الاقي الخطر. الخطر ممكن يطلع لي مثلا من نتيجه فين؟ يعني انا مثلا برضو على مثال الاوديت، لو انا بعمل الاوديت، فانا ممكن مثلا اقول ان انا ممكن مثلا في الاوديت ده ما اقدرش ان انا اخلص، في عندي ديبارتمنت كبيره، في عندي ديبارتمنت مثلا ديبارتمنت كتيره فيها عندها دوكيومنتس كتير، في ديبارتمنت عندها دوكيومنتس شويه قليلين، فلازم اعمل لنفسي ريزيرف في التايم، ان انا الاداره الكبيره دي ممكن بدل ما هي مش هقدر اخلصها في يوم، ممكن اخلصها في يوم ونص، بس انا عندي الديبارتمنت الصغيره ممكن تخلص معايا في نص يوم بس، او مثلا في ساعتين، واقدر ان انا اراجع كل الدوكيومنتس اللي عندهم. فلازم اعمل لنفسي ريزيرف، واحدد لنفسي المخاطر اللي انا ممكن هقابلها. اتنين، اضف نقاط التحكم للريسك اللي انا شفته ده. يعني زي ما انا بقول كده، احنا عرفنا ان الريسك هنا ان الديبارتمنت دي كبيره، فانا بدات ان انا اعمل ريزيرف للتايم، احسب لها تايم ان انا هقدر اتحكم في المشكله دي واتغلب عليها. ثلاثه، ان احنا نضع قياسات لتحديد وفعاليه الريسك اللي انا شايفه ده. زي ما احنا اتكلمنا في ريسك من شويه، ان احنا لازم نحدد الريسك، ولازم احط نقط للتحكم، وكمان ان انا اقدر ان انا احط طريقه اقيس بيها فعاليته، وان انا اقدر احسن الريسك ده. لو انا نتجت عندي مشكله، ان انا ازاي اقدر احلها، ولو ما نتجتش عندي مشكله، ان انا ازاي اقدر احسن المشكله دي. طيب اخر حاجه، ريفيو اند تيست ذا بروسيس. اخر حاجه في البروسيس اللي احنا بنطبقها دي، ان احنا لازم نراجع ونختبر العمليه. فاول حاجه، اجمع كل المعنيين في البروسيس دي اللي انا قلت من الاول ان انا محتاجاهم. لازم اجمع كل المعنيين في البروسيس، واراجع العمليه اللي انا قمت بتوثيقها. تمام، اراجع كل الستبس في العمليه اللي انا قمت بتوثيقها دي لحد ما بخلص العمليه بتاعتي. اراجع كل اللي انا عملته واشوف ايه اللي حصل، بجيب كل الناس اللي انا عملت معاهم الاوديت، واعمل معاهم كلوز ميتنج، علشان ابتدي ان انا خلاص اعمل كلوز للاوديت او للبروسيس اللي انا عملتها دي. طيب تمام، خلاص هي كده العمليه انتهت، ابتدي بقى ان انا اختبر العمليه دي. اذا كان في حاجه ناقصه في العمليه دي، ابتدي ان انا اعدلها واظبطها، واقول خلاص ان العمليه دي كده ناجحه، وخلاص تمام، هي كان ناقصها كذا وكذا، وخلاص اتعدلت وبقت تمام. طب العمليه طلعت تمام، ان انا ابتدي ان انا احسن. تمام، طيب نيجي بعد كده للدوكيمنت بروسيجرز اللي احنا هنطبقها احنا علينا كدوكيمنت كنترول. طيب احنا عندنا في الدوكيمنت بروسيجرز، حد يقول لي كده ايه الاجراءات اللي احنا بنتبعها كدوكيمنت كنترول؟ احنا كدوكيمنت كنترولرز في عندنا شويه اجراءات، حد يعرف ايه الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها، او اللي احنا بنتعامل فيها كدوكيمنت كنترولرز؟ يا يعني جماعة عرفتوا فين؟ كنت لسه بتجاوبهم شوية، تأكد من صحة الوتر. لا أنا مش بتكلم عن كده، أنا بتكلم عن الإجراءات، إيه الحاجات اللي حضرتك بتعملها كدوكيمنت كنترول محتاج إن أنت توثقها؟ كودينج، أيوة دي صح، حاجة منهم. توثيق بقى للعمليات، إيه العمليات اللي حضرتك بتعملها؟ استلام الملفات طبقا للبوليسي، تمام، لوج، تسجيل، كودينج سيستم، ميثود ستيت، لا ميثود ستيت مش هنا خالص، كرييت، ستورج، فايلينج، تمام، اركايفنج، الفورم اللي بتثبت عملية المراجعة، متابعة التاريخ المتأخر، سيفينج لإيه؟
archiving. B equal S U S M Q packing. طيب احنا اللي بنتكلم عليه دلوقتي البروسيس اللي احنا بنتبعها كدوكيمنت كنترولر. عندنا كذا بروسيس. اول حاجه عندنا تشيكينج دوكيمنتس. اول حاجه بيعملها الدوكيمنت كنترول ان هو لما بيجي يستلم دوكيمنت اول حاجه بيعمل لها كواليتي تشيك. فالكواليتي تشيك ده اول اجراء كل الدوكيمنت كنترولرز بيعملوه. تاني حاجه دوكيمنت ريجستر، تسجيل الدوكيمنتس. بعد كده ديستريبيوشن، توزيع الدوكيمنتس على الاطراف المعنيه في الدوكيمنت دي. بعد كده كنترول اوف كمبيوترايزد داتا. بتحاول حضرتك بقى ان انت تعمل كنترول على الداتا اللي موجوده عندك على السيرفر كسوفت كوبي، تمام؟ وبعد كده مينتين اوف كوبينج اند اكويبمنت. دلوقتي حضرتك بتبقى مسؤول على برينتر، على جهاز، على سيرفر. فانت بتزاد ان انت بتقدر تتعامل مع الاكويبمنت دي، بتقدر تعمل لها المينتيننس بتاعها الصحيح بطريقه صحيحه. وبعدين الفايلنج، الاركايفنج، الاستورج اند سكيورتي، مينتين الدوكيمنتس الهارد كوبي ازاي في الرومز بتاعتها او في الكابينتس بتاعتها اللي انت بتتعامل فيها. الاركايفنج واخر حاجه الهارد هاندينج اوفر، تسليم المشروع. دي من ضمن الاجراءات او من ضمن البروسيجرز اللي بيعملها الدوكيمنت كنترول اللي بتبقى متعبه جدا في الاخر. ولو حضرتك مش مظبط المشروع من اوله لاخره هتلاقي عندك مشكله في الاخر في موضوع الهاند اوفر. اول حاجه هندرسها النهارده وهنطبق عليها كل الايزو ستاندر اللي احنا خدناها، اول حاجه التشيكينج دوكيمنتس. احنا هنراجع كل حاجه من البروسيجرز دي عن يعني من وجهتين نظر، من وجهه نظر ان حضرتك اللي بتكريت الدوكيمنت دي لو حضرتك مقاول، وكمان ان انت بتستلم الدوكيمنتس دي كاستشاري علشان تبقى انت عارف الدورين. لو اشتغلت في شركه مقاولات تبقى انت عارف التاسك اللي انت بتعملها ايه، او لو انت شغال مع كونسلتنت والدوكيمنتس دي بتجيلك عشان تستلمها تبقى عارف برضو ايه الاجراءات اللي انت بتستلمها بيها. اول حاجه تشيكينج دوكيمنتس، انيشيشن اول حاجه التنفيذ اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت هتبتدي تكريت دوكيمنتس علشان تبتدي تتعامل بيه. التشيكينج دوكيمنتس احنا بنتشيك كام اليمنتس كده. اهم حاجه، اهم حاجه الدوكيمنت نمبرنج اللي هي اللي احنا بنسميها الكودينج، وبعدين الريفيجن كنترول، الدوكيمنت نيمينج، واخر حاجه الريسيت. طيب دلوقتي هنتكلم بالتفصيل جدا عن الدوكيمنت نمبرنج. الدوكيمنت نمبرنج حد عارف هو عباره عن ايه او بيتم بناء على ايه؟ يعني هل في ستاندرد للدوكيمنت نمبرنج ولا لا؟ كود المشروع، هو مش كود المشروع، احنا بنتكلم على الكودينج بتاع الدوكيمنتس كلها مش المشروع بس، كود الوثيقه، تمام. هل هو حاجة ستاندرنج؟ تايب اوف دوكيمنتس، تمام.